سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين. هذه الحلقه نسلط من خلالها الضوء على ما تشهده محافظه الحديده من كارثه صحيه وانتشار الاوبئه بالعديد من مديريات المحافظه. منذ شهر تقريبا ومناطق جنوب الحديدة تشهد وضعا مأساويا نتيجة انتشار الحميات والأوبئة كالملاريا وحمى الضنك ومرض ما يعرف بالمكرفس، وهو مرض فيروسي تنقله لدغة البعوض الحامل للمرض، وتتميز أعراضه بألم في المفاصل مع ارتفاع في درجة الحرارة. مديرية الجراح إحدى أكثر المديريات ازدحاما بالسكان جنوب الحديدة، نموذج مؤسف للوضع الذي يعيشه المواطنون المنكوبون بمختلف أنواع الكوارث. خلال أقل من أسبوعين أكثر من 50 حالة وفاة وفقا لمصادر رسمية، والرقم في تضاعف ربما إذا ما وضعنا في الاعتبار وفيات الأرياف التي لا تسجل رسميا. ما طبيعة المعاناة التي يعيشها أهالي الجراح كنموذج للمناطق المنكوبة صحيا؟ وكيف يواجه الناس هذه الكارثة؟ وما الأسباب؟ ومن المسؤول؟ وما هي الحلول؟ هذه التساؤلات نناقشها مع ضيوف الحلقة. معنا من تعز عبر الأقمار الصناعية الصحفي محمد علي محروس من أبناء مديرية الجراحي، ومن العاصمة المؤقتة عدن دكتور طارق بن حويل مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة، ومن الجراحي سيكون معنا هاتفيا الدكتور نبيل قحطان مدير الترصد الوبائي بمكتب الصحة في مديرية الجراحي، وأيضا من القاهرة سينضم إلينا الصحفي بسيم الجناني. ولكن مشاهدينا قبل أن أبدأ النقاش مع ضيوفي نشاهد هذه المادة التي تظهر جزء من ما هو عليه الحال في مديرية الجراحي. نشاهد الآن في مستشفى الجراحي المخيم الطبي المجاني لمستشفى العمين. ازدحام شديد على مستشفى الجراح من مرضى المصابين بحمى الضنك والملاريا. إذن مشاهدينا كما تشاهدون ازدحام شديد في المستشفيات في مديرية الجراح، ربما هذا الازدحام يفوق قدرة المستشفى الاستيعابية، وهذا ما تظهر الصور هو جانب بسيط من المعاناة في هذه المديرية. إذن مشاهدينا هذه الصورة أو جزء من الصورة الحاصلة في الجراح، ونذهب الآن ل البدء بالنقاش مع ضيوفنا حول هذه القضية. بداية هنا أذهب وأرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية، سيكون معنا من محافظة تعز عبر الأقمار الاصطناعية محمد علي محروس صحفي من أبناء مديرية الجراحي. سيد محمد مساء الخير. مساء النور يا عزيزي. أهلا بك سيد محمد، يعني أنت أحد أبناء مديرية الجراحي، كيف يمكن وصف الوضع الذي وصلت إليه حالة المديرية مع الانتشار المتفاقم للأوبئة؟ نعم سيدي العزيز، الجراحي مديرية منكوبة، وهي إجمالا تقع ضمن محافظة موبوءة بحمى الضنك منذ سنوات، إضافة إلى محافظة تعز. هاتان المحافظتان تعدان يعني بيئة محببة لدى حمى الضنك. حقيقة الجراحي تعيد للأذهان مع يعني معاناتها في عام 2015، كانت بهذا الشكل، وربما اليوم هناك وضع كارثي متفاقم، يعني الوضع لا أحد يستطيع أن يصفه. للتو أنا كنت أقرأ منشورا لزميل لي منذ أيام الدراسة يتحدث أنه كان يتمنى الموت، وأن الموت أهون عليه من الآلام التي لحقت به طوال الأسبوع. حقيقة هو يقول ليست هذه أعراض حمى الضنك فقط، يبدو أن هناك مرض آخر يكتسح المديرية. نتحدث نحن عن أكثر من 2500 حالة اشتباه بحمى الضنك، لا يوجد جهاز فصل
يعني للبلازما، أو ما يؤكد أن يعني مدى الصفائح في مديرية فيها أكثر من 155 ألف نسمة، تعد من أكثر مديريات المحافظة سكانا. نتحدث فقط عن 5 حالة وفاة يوم أمس، ما يفوق 50 حالة وفاة خلال أسبوعين. المرض بدأ يتشكل من البداية منذ سبتمبر الماضي، وتفاقم خلال أكتوبر، وما زال يعني في تطور مستمر. عشرات الحالات أو مئات الحالات بالأصح تواجه ظروف صعبة للغاية، ووضع كارثي صحي وإنساني. الجراحي يعني منكوبة بكل ما تعنيه الكلمة، ولا أحد يحاول أن يمدها بما تحتاج باحتياجاتها. هو هنا سيد محمد، يعني أنا منذ ملاحظتي ومتابعتي للوضع منذ أمس، يعني عشرات أو أكثر من 10 منشورات على فيسبوك توضح أو تظهر أطفال يعني كالزهور، يعني توفوا نتيجة يعني الأوبئة والمرض المنتشر والمتفاقم في مديرية الجراحي ومديريات أخرى في الحديدة. ماذا عن الجهات المعنية؟ ما مدى حجم الخدمات المقدمة إلى الناس في مناطق الساحل الغربي كالجراحي وبقية المديريات؟ نعم، هو بالنسبة للمديريات المتاخمة للجراحي هناك حالات، ولكن بشكل أقل بكثير من مديرية الجراحي. ربما الكثافة السكانية التي تعيشها الجراحي، موسم الأمطار الجيد هذه السنة، يعني عدم وجود فعلا عدم وجود صرف صحي فعلي وبمعايير عالمية في المديرية بشكل عام. كذلك الجانب المعيشي للمواطنين، ضعف الجانب التوعوي، عدم وجود الخدمات الصحية بمعنى خدمات فعلية، لا توجد بنية تحتية صحية، ليس فقط الآن بل منذ زمن. ما يسمى بمستشفى الجراحي هو مجرد مستوصف حكومي، ولا يرقى لأن يكون مستشفى. المراكز الصحية الأخرى يعني تحوي سرير وبعض البعض الأمور العادية جدا، التي لا تعدو عن كونها جانب تطفيفي، ويعني يحاول أن مجرد مهدئات وسوائل لا تفي بالغرض ولا تساهم في أن تصبح الحالات بشكل جيد. ولذلك الكثير يحاول أن يذهب إلى إب على اعتبار أن بعدها زمنيا ساعتين، ولكن هناك من يصل ويستطيع اللحاق، وهناك من لا يصل، كما حدث بالأمس مع طفلتين توفيتا في إب بعد إسعافهما بشكل عاجل من الجراحي. نعم. عموما نحن نتحدث عن مكتب الصحة غياب تام للبنية التحتية الصحية، مكتب الصحة في المديرية والجهات المعنية وأيضا المنظمات الصحية، ماذا عن دورها أمام هذه الكارثة الكبيرة الحاصلة في الجراحي؟ نعم، بالنسبة لمكتب الصحة في مديرية الجراحي، هو لا يملك يعني ما يستطيع أن يواجه به هذه الكارثة. هو في العادة يقدم خدماته بالإمكانيات المتاحة. نحن في وضع حرب، هذه الحرب لها يعني فعلت في هذه المديرية ومديريات الحديدة بشكل عام ما فعلت. في الأخير هي السلطات المعنية بالأمر هناك هي من تتحمل المسؤولية بدرجة أولى، وعليها أن تتعامل مع الوضع بشكل فوري. بدرجة أخرى تتحمل المنظمات الدولية العاملة في الحديدة وما أكثرها في الحقيقة، تتحمل بشكل كبير أيضا جزء من المسؤولية. عليها أن تتعامل مع الوضع بشكل طارئ، وأن تقوم بالمعالجات العاجلة لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية تجاه يعني آلاف المصابين. إلى جانب حمى الضنك، لا ننسى أيضا أن هناك الملاريا، وهناك مرض آخر المكرفس، هذا المرض الذي يعد أكثر خطورة وظهر بشكل كبير بالتزامن مع انتشار لحمى الضنك. أيهما أكثر انتشارا سيد محمد؟ أيهما أكثر انتشارا بحسب التقييمات الأولية للجهات الصحية في المحافظة؟ أيهما أكثر انتشارا، الملاريا أم الضنك أم الكوليرا أم المكرفس؟ نعم
نعم، هناك إحصائية صادرة عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين تتحدث عن 116,000 و يعني مصاب بالملاريا، ومؤخرا تضاعف العدد ليتجاوز 500,000 حالة إصابة بالملاريا بحسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين. هناك 23,000 حالة بحمى الضنك، هم يقولون حالة اشتباه، لكن مقارنة بذلك العدد كارثي، ولا يمكن للترصد الوبائي أن يصل للعدد بشكل عام. نحن نتحدث عن أرياف مترامية الأطراف في هذه المديرية وفي مديريات الحديدة بشكل عام، وهذه الأرياف لا تصلها الخدمات إطلاقا ولا يعرف عنها شيء، خاصة يا رجل في الوقت العادي، فما بالك اليوم ونحن في مرحلة حرب وفي وضع لا نحسد عليه. من المعيب كثيرا حقيقة أن يتم تسويق ما تعيشه الجراحي بأنه عائد لمماحكات سياسية أو للوضع الحرب الذي افتعلته أطراف على أطراف أخرى، ومحاولة تسويق الموضوع الإنساني على هذا النحو. الكل يتحمل مسؤوليته بما في ذلك التحالف العربي، نعم، عبر جناحه الإنساني الإغاثي مركز الملك سلمان الذي يقدم ملايين الدولارات في صعدة وحجة ومناطق أخرى، وليس من المعقول أنه لا يستطيع عبر جهة دولية الوصول إلى الجراحي والعمل على معالجة الوضع هناك. أيضا الحكومة الشرعية عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الناس، نعم. لا تقحم هؤلاء الأبرياء في سياق الصراع العسكري والصراع الحاصل. الحوثيون أيضا هم معنيون بدرجة أولى على اعتبار أنهم من يسيطرون على الأرض، معنيون بمعالجة الوضع بشكل فوري والقيام بمهمتهم التي يعني تحملهم الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية. هناك أرواح تذهب يوميا سيد محمد، هناك أرواح تذهب، نعم، يوميا، وبالتالي على الجميع تحمل المسؤولية، نعم، في ظل هذا الوضع. تكرم بالبقاء معي سيد محمد. مشاهدينا، أرحب الآن بضيفي، سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن الدكتور طارق بن حويل مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة. مرحبا بك دكتور، وأسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساكم ونرحب بكم إن شاء الله أنتم وضيوفكم الأعزاء. أهلا بك دكتور، ولكن أستسمحك بالبقاء معي قليلا لنشاهد سويا هذا الاستطلاع حول الوضع الصحي في البلاد. هذا الاستطلاع حصلنا عليه من مناطق سيطرة الشرعية ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين، نتابع سويا. حمى الضنك منتشرة في الساحل الغربي بأكمله، وفي مديرية بيت الفقيه، في تحيتها، في الخوخة منتشرة، وهناك أكثر من 50 حالة قد توفت. ونطالب المنظمات، ما فيش أي أدوية، ما فيش أي حاجة، نطالب المنظمات والحكومة تدعم هؤلاء الضعفاء والمساكين، يعني لإلاج هذا اللي تسقف هذه الحالات اللي قالها منتشرة لحد الآن. مساكين ما لا يوجد أي شيء لديهم. مرض المكرفس ومرض حمى الضنك المرض الخطير الذي الآن منتشر في مدينة الحديدة ومدينة التحيتة، والتحيتة الآن أصبحت طريقها وعرة، بدل ما كان المواطن يقطع تقريبا 10 دقائق إلى الفازة أو إلى الخوخة في حدود ربع ساعة، لكن الآن أصبح أن المواطن يتغرق 4 ساعات 5 ساعات من التحيتة إلى الخوخة بسبب الطريق الوعرة، وفوق ذلك الطريق خطرة جدا، مليئة بالألغام، مليئة بالعبوات الناسفة. الناس تموت، ما فيش اسمها مركز علاج، ما فيش طريق، ولا ألغام ملغام الطريق، ولا في طريق تمشي ولا حاجة، يموت الناس. نراشد الدولة، نراشد المنظمات الدولية التدخل السريع في مديرية الجراحي. سبب وباء حمى الضنك الذي تسبب في وفاة 40 شخص. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع يوضح الحالة الصحية المتردية التي وصلت إليه البلاد. وأعود هنا لضيفي من العاصمة المؤقتة عدن الدكتور طارق بن حويل مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في وزارة الصحة. دكتور، نبدأ معك بهذا التساؤل، يعني كيف تتابعون ما أو الحالة التي وصلت إليها مديرية الجراحي؟ ربما لا يمر يوم ولا نسمع عن وفيات في هذه المديرية وأيضا مديريات أخرى في جنوب الحديدة نتيجة انتشار الأوبئة في هذه المناطق.
في البدايه نحن في البرنامج الوطني لمكافحه الملاريا وفي وزاره الصحه في الحكومه الشرعيه بقياده الاخ وزير الصحه الدكتور ناصر رعوم يعني نعطي محافظه الحديده بجميع مديرياتها اهميه بالغه وخاصه مع الوضع الانساني والمعيشي التي تعيشها هذه المديريات. وبناء على ما يصلنا بشكل يومي على من البيانات يعني نطلع على ان الوضع يعتبر مقبل على مأساه اكبر مما هو موجود حاليا. لهذا دائما نسعى الى بذل اقصى الجهود الممكنه مع الوضع الحالي مثل ما قالوا ضيوفك الاعزاء صعوبه في الحركه الوضع العسكري والوضع الامني والوضع المعيشي لدى الاهالي اللي كان له دور كبير في تفاقم الاوضاع. كما نعرف جميعا ان الحديده منكوبه تعتبر من قبل بدء المشاكل او المعارك العسكريه والنزاعات اللي فيها، فهي يعني كانت منذ سنوات ماضيه تعاني من كثير من الامراض وخاصه الملاريا. الملاريا تعتبر 60% من مشاكلنا في اليمن في محور السهامي ومحافظة الحديدة ومع مديرية الساحل الغربي في الحديدة وتعز. نعم. فما بالك الآن مع دكتور يعني الأمر الذي حاصل حاليا على المحافظة. نعم دكتور، الأمر الذي حاصل حاليا في الجراحي وبقية المديريات. نحن عبر في المحافظة في المديريات المحررة دائما نسير قوافل من الطواقم الطبية لإجراء المسوحات وتقييم الوضع وفي الخوخة والتحيتة والحيث والدريمي وبعض المناطق اللي نستطيع أن نصل إليها في المديرية مثل الجراحي. لكن والملاعب قبل لحظات القيت لضيفك الكريم هم اخطر الملاريا او حمى الضنك والمكرفس او الشيكنغونيا المعروف علميا به. فالملاريا يعني تعتبر مشكله نستطيع السيطره عليها بسبب وجود الادويه اللي تحد من المرض ومعالجته. اما حمى الضنك او الشيكنغونيا هو مرض فيروسي لا يوجد لها علاج شافي، ولكن يعتمد على معالجه اللعب والراحة والتغذية الجيدة للمريض حتى يستطيع الشفاء من هذا المرض. ففي الوضع الحالي للمجتمع مع الوضع المعيشي للناس سوء التغذية المنتشر وضعف الحالة المعيشية وضعف الوعي تسبب الكثير من المشاكل وزيادة الحالات تكون في معظمها شبه ما تصلناش حالات يعني تكون عبر فحوصات. نعم. وهذا طبعا نظرا لضعف البنيه التحتيه للمناطق الصحيه هناك وللتدمير المتعمد الذي حصل خلال الفتره الماضيه للبنيه التحتيه للقطاع الصحي وللبنيه التحتيه للبرنامج مكافحه الملاريا اللي كان شغال في محافظه الحديده ومديرياتها. نعم دكتور، يعني انا افهم منك الى الان انه هناك اهتمام من وزاره الصحه للكثير من المديريات المحرره في الحديده، بينما المديريات التي لا تقع تحت سيطره الشرعيه هناك صعوبه في تقديم الدعم. ولكن هنا نتساءل عن هذه المناطق التي يعني لا يكاد يمر يوم والاوبئه تخطف ارواح مواطنين. يعني على سبيل المثال يوم امس هناك 5 مواطنين ذهبوا نتيجة هذه أو توفوا نتيجة هذه الأوبئة المنتشرة في المديرية. ألا يتطلب الأمر استنفار واسع من قبل وزارة الصحة وتنسيق مع منظمات دولية للوقوف أمام هذا الوضع، كون يعني من يتواجدون في مناطق سيطرة الحوثي أو في مناطق الشرعية هم بالأخير مواطنين يمنيين ويجب رعايتهم؟ بالطبع هذا اكيد. نحن نتابع بكل حزن ما يحصل في المناطق الغير محرره واللي يصعب الوصول اليها، يعني من جهه بقيه المناطق في اليمن اللي يعانوا من حمى الضنك واللي انتشر انتشار كبير وصار مستوطا فيها. لكن يعني نعطي اولويه كبيره للمناطق هذه وذلك عبر التنسيق عبر يعني مننا في وزاره الصحه والبرنامج الوطني لمكافحه الملاريا مع المنظمات الدوليه اللي على راسها منظمه الصحه العالميه والصندوق العالمي لمكافحه الملاريا اللي يعني تنفذ انشطه منظمه الهجره الدوليه في اليمن. فلكن عبر التنسيق الغير المباشر عبرنا مع
توصيف المنظمات الى الجهات اللي يمكن تكون موجوده في الارض، ممكن تساعدنا في توصيل المساعدات لحد كبير. يعني نتمنى انه يتحسن في الفتره القادمه. هناك كثير من التنسيقات تحصل بيننا وبين هذه المنظمات وعلى المجتمع، جمعيه المجتمع المدني والشركاء اللي قادرين انهم يشتغلوا في على الارض، لانهم كما قلت انت في الاول والاخر هذين اخواتنا وهذين مواطنين يمنيين يستحقوا مننا كل الدعم والاهتمام. لكن صعوبة الوصول إليهم وصعوبة متابعة التدخلات التي يمكن نحن يعني نزليها لهم ونساعدهم فيها، هذه يحد كثير من أننا نقدر نعرف أنه هل وصلنا للهدف اللي نبغى نريد وصول إليه للحد من هذه الأمراض الخطيرة الفتاكة. وخاصة أن المديريات الغير محررة تعاني من مشاكل وأوبئة كثيرة يعني تفوق الملاريا وحمى الضنك، وتستحق مننا الاهتمام المكثف. كما قلت لك ان حمى الضنك والمكرفس هو يعني يحتاج تنسيق قطاعي متعدد، فهي مش مشكله الصحه فقط، هي مشكله من المياه والبيئه، من الزراعه، من فتحتاج تضافر جميع الجهود. وهذا اللي نجحنا فيه لحد كبير في المديريات المحرره اللي قادرين نتواصل مع السلطات المحليه ومكاتب الصحه في المحافظه او في المديريات الى وضع خطه يعني عاجله للتدخلات، وان شاء الله ان نلمس اثرها في الفتره القادمه. ونسعى الى بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه وادعها في هذه المناطق ومكاتبها. يعني هذه المنظمات دكتور هل هي حاضره بالفعل في المديريات الجراحي عامله في البرنامج في هذه المحافظه؟ فنحن على علاقه قويه فيهم. نعم، يعني هذه المنظمات التي ذكرتها الصحة العالمية واليونيسف وغيرها، هل هي متواجدة فعليا في الجراحي و يعني تحاول قدر الإمكان القيام بتقديم المساعدة؟ توجد لديهم مكاتب وكوادر وأطقم شغالة، وترفع لهم تقارير بشكل مستمر عبر الترصد الوبائي وفرق الاستجابة، ونحن نحصل من عبرهم الى على ارقام واحصائيات بشكل يومي ونتابع الاحداث. ووضعنا كثير من الخطط والاستراتيجيات اللي نحاول ان نحد من هذه ونسابق الزمن فيها، لاننا عارفين ان المشكله هي انه مش شرط انك انت تعالج او تكافح المرض في المناطق المحرره، بينما ان الباعوض الناقل للمرض لا يعرف حدود ولا يعرف ان هذه محرره وهذه غير محرره، ولا هذه تحت سيطره الشرعيه وهذه تحت سيطره الحوثيين. فنحن ننظر الى المرض كونه مرض يهدد وخطر على حياه المواطنين بكل اطيافهم في المناطق هذه، ونعطيهم الأولوية ونحط الكثير من الخيارات المتاحة لدينا مع الوضع الصعب. ما أقول لك أن الوضع مش صعب، الوضع صعب جدا ويحتاج تضافر، ونتمنى أن في الفترة القادمة أنه نوصل إلى تدخلات سريعة وتحسن من مستوى في هذه المديريات اللي نحن نعني بالمناطق الغير محررة أكثر من المناطق المحررة، لأن المناطق المحررة نحن قادرين أننا نشرف ونتدخل مباشرة فيها. جميل، وضحت التصوير. عبر الوسطاء، عبر جمعية المجتمع المدني، عبر المنظمات الدولية، فهذا يحتاج مننا متابعة مستمرة، ونحن إن شاء الله على هذا القدر من المسؤولية اللي يعني نقدمها للمواطنين. جميل، أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق بن حويل مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في وزارة الصحة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أعود الآن لضيفي عبر الأقمار الاصطناعية، سيكون الصحفي محمد علي محروس. سيد محمد، لعلك استمعت لحديث الدكتور طارق وهو مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في وزارة الصحة، يتحدث بأن وزارة الصحة هي حاضرة في الكثير من المديريات المحررة وتقدم الدعم والمساعدة للناس في هذه المديريات، لكن بسبب أن الجراحي تقع في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي هناك صعوبة في تقديم المساعدة. كيف تنظر إلى ما قاله الدكتور؟ نعم، هو جزء كبير من ما قاله الدكتور
يندرج في الوضع الذي نحن نعيشه عموما وبشكل عام. يعني الخلاف السياسي، الصراع العسكري يقحم نفسه في كل ما يتعلق بالحياة اليمنية عموما، ليس فقط فيما يتعلق بالوضع العام على مستوى المعيشة. يعني لاحظنا ذلك الآن تماما كما يحدث في الجراحي، شيء مؤسف ومؤلم. ما الذي يمنع الحوثيين من أن يتم التنسيق في ظل أنهم لا يملكون الإمكانيات الحقيقية؟ وأنا أشك في ذلك. يعني نحن نتحدث عن مليارات الريالات فقط من الحديدة، هذه المحافظة التي للأسف الشديد يعني تشكل لهم الكثير من الأهمية، وهي البوابة الوحيدة لهم مع العالم. ما الذي يمنعهم من التدخل المباشر وكذلك التنسيق مع المنظمات الدولية التي هي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل كبير؟ أولا سيد محمد، في مسألة التواجد من خلال قناة بلقيس. نعم، أولا هنا نقطة مهمة في مسألة التواجد. نعم، في المديريات المحررة، هل وزارة الصحة بالفعل يعني هي متواجدة وتقدم خدماتها على أتم وجه في هذه المديريات؟ هو أنا أشك كثيرا في هذا الموضوع. إذا كنا هنا، أنا أتحدث معك من تعز، وهناك أكثر من 5000 حالة اشتباه بحمى الضنك وحوالي 5 حالات وفاة، وهي قريبة جدا من عدن عاصمة البلاد المؤقتة، والوضع فيها يتفاقم يوما بعد يوم. هناك أيضا دراسات الآن بأن هناك يبدو بأن هناك وباء آخر ينتشر في تعز، فما بالك بمديريات الساحل الغربي التي تعيش حصار كالتحيتة مثلا التي هي محسوبة على الشرعية، حيث أيضا التي لا زالت على مرمى حجر من الاستهداف الحوثي بشكل يومي، الخوخة ليست بعيدة، الدريهمي أيضا تعاد محاصرة. أنا أشك كثيرا، إلا إن المعطيات التي ذكرها الدكتور يعني ليست بعيدة، وهم على ارتباط على ما يبدو بالميدان. الجراحي ليست بعيدة من حيس، وليست بعيدة من الخوخة، وليست بعيدة أيضا عن التحيتة. يمكن التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع والدخول إلى الجراحي والاستعانة بهم ككوادر وبالإمكانيات التي يمتلكونها. نعم سيد محمد، على ذكر المنظمات هنا، يعني منظمة أطباء بلا حدود واليونيسف وغيرها من المنظمات المعنية في الجانب الصحي، ما مدى تواجدها في الجراحي؟ الدكتور يؤكد بأن هذه المنظمات متواجدة وتقدم خدماتها للناس. نعم، هي متواجدة ولو بشكل صوري، وتتعرض لما تتعرض له المنظمات على يعني في تلك المناطق يعني بشكل عام. لا أريد أن أدخل في التفاصيل بشكل أعمق، لكن الوضع كارثي للغاية، وعلى هذه المنظمات أن تتجاوز الوضع الذي تعيشه وأن تخرج من إطار القوقعة المفروض عليها، وأن تتحدث بشكل عاجل وعن حقيقة ما يجري. إذا كان مركز الملك سلمان كما قلت أنا سابقا يعني يقوم بحملات طبية وصحية مستعجلة في محافظات كحجة وكصعدة، وهذه مناطق تقع أيضا تحت سيطرة الحوثيين بشكل أو بآخر، ما الذي يمنعه من أن يتواجد في الجراحي وفي الحديدة بشكل عام؟ لماذا لا ينسق مع أطباء بلا حدود، مع منظمة الصحة العالمية، مع اليونيسف؟ هذه المنظمات تواجدها تواجد صوري ولا تملك يعني فاعلية تذكر. كل من يتحمل المسؤولية هم الذين هم على الأرض، وهم في حقيقة الأمر لم يتعاملوا مع المشهد الصحي الكارثي بشكل حقيقي، لا على مستوى النزول الميداني، ولا على مستوى المستوى التوعوي، ولا حتى على مستوى المعالجة الفورية ومحاولة تحجيم الوباء المنتشر بشكل عام. تخيل يا عزيزي أن الوباء يدخل للبيت ويحصد كل من فيه كإصابة،
هذا الوباء يتعامل مع أصحاب مع كل منزل بأن الإصابة يعني فرض عين وليست فرض كفاية. وهذا ما يجسد الكارثة الحقيقية ويدعو لأن يتم حشد جهود على المستوى العام للمعالجة ولإجراء دراسات ولتوفير الأجهزة اللازمة. لماذا لا يكون هناك مركز مكافحة لحمى الضنك بشكل مستمر في الجراحي على اعتبار أنها من ضمن المديريات الأكثر إصابة على مدى الخمس السنوات الماضية؟ بالنسبة للملاريا والمكرفس، هذان الوباءان هما مستوطنان للجراحي، ولكن انتشارهما هذا العام أصبح كثيرا للغاية نتيجة الظروف البيئية والوضع بشكل عام الذي تعيشه الجراحي، ويعني المناخ، المستنقعات، المياه الراكدة، الصرف الصحي، عدم وجود توعية، عدم وجود مستلزمات طبية، عدم وجود يعني سوء الجانب المعيشي أيضا، كل هذه العوامل ساهمت بأن يبدو الوضع الصحي. إذن زميل وضحت الصورة هنا سيد محمد تكرم بالبقاء معي. إذن سيد محمد ابقى معي، سنذهب الآن مشاهدينا لنرحب بالصحفي بسيم الجناني، سينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة. سيد بسيم، مساء الخير. مساء الخير أخي، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك سيد بسيم. يعني قبل أن نبدأ بالنقاش معك، نذهب الآن لنشاهد، تكرم البقاء معنا، سنذهب الآن لمشاهدة هذا التصريح أو الحديث لأحد النشطاء من أبناء مديرية الجراحي، وهو أيضا يعاني من المرض، يتحدث ويلخص الحالة، نشاهد. الآن عدد سكان الجراحي 200 ألف، وأكد لكم أن 100 ألف من السكان حاملين لفيروس حمى الضنك والمكرفس، وهذه كارثة، كارثة والله، أنه يوجد في الجراحي كارثة صحية يا جماعة، والله كارثة بمعنى كلمة كارثة. المرض ينتشر بشكل فظيع، هناك موتى من الأطفال، هناك موتى من الرجال، هناك موتى من النساء بسبب المرض، ورغم ذلك ما زالت الاستجابات لعلاج المرض والقضاء على أسبابه ضعيفة، ضعيفة جدا جدا جدا، لا ترقى إلى مستوى المرض. تصوروا، جاءت مبادرات للمستشفى الحكومي، مبادرات بسيطة نشكر أصحابها، لكنها لم تستمر، انتهت تلك المبادرات. المستشفى الحكومي لا يوجد فيه حتى جهاز فحص حمى الضنك أو جهاز فصل الصفائح يسموه أو فحص الصفائح. تصوروا مستشفى لمديرية الجراحي بطولها وعرضها لا يوجد فيه جهاز لفحص حمى الضنك، أين يذهب الناس؟ العلاجات انتهت، كل شيء انتهى، المبادرات التي جاءوا بها إلى أنها انتهت، أين يذهب المرضى أو هذا العدد الكبير من المرضى؟ كثير منهم يسافرون إلى إب، يسافرون إلى الحديدة، يسافرون إلى أماكن اللي معهم زلط، لكن الذي مش معه زلط أين يذهب؟ يموت، هناك من يموت فعلا بسبب المرض. مستشفى بدون أجهزة وبدون كوادر حتى متمكنة، كل من يداوم في المستشفى هم ممرضين فقط، لكن دكاترة لا يوجد دكاترة في المستشفى الحكومي، إن كان هناك من دكاترة الله يعلم أنهم يداومون في المستشفى أم يذهبون يداومون في عياداتهم. الوضع كارثي، كلنا أصبنا بالمرض، يعني الكارثة، المرض ينتشر بشكل كبير وكل يوم يزيد يتوسع عدد المرض. صوروا 100 ألف يصبح حاملين لفيروس الفيروس حمى الضنك، وأيضا هذا المكرفس الذي كرفس الأمة كلها وكرفس ولا ترك واحد إلا وكرفسه. مرضنا، تعبنا، أين أنتم يا أيها الإنسانيون؟ أين المنظمات؟ أين المسؤولين؟ نتمنى من الله اللطف، نسأل الله اللطف أن يرفع عنا البلاء، وأتمنى من الجميع أن يوصل مناشداتنا. إذن مشاهدينا، هي حالة صعبة تمر بها مديرية الجراحي وما حولها، يعني يتحدث عن مستشفيات ومراكز صحية لا يتوفر فيها أطباء، فقط ممرضون هم من يتواجدون في هذه المراكز والمستشفى في هذه المديرية، أيضا افتقاد هذا المشفى وهذه المراكز ل أجهزة بسيطة مختصة في فحص الدم لكي تحدد يعني الأمراض التي يعاني منها المرضى في هذه المنطقة. إذن أعود لضيفي سيد بسيم الجناني، صحفي يمني معنا من القاهرة. سيد بسيم، إذن دائرة الكارثة والنكبة تتسع في الجراحي وما حولها، من المسؤول؟
نعم أخي، طبعا نحن سنويا ندخل في هذه المعمعة للسنة السابعة، والمحافظة تتعرض لوباء حمى الضنك دون وجود أي خطة صحية لمواجهة المرض مسبقة أو آنية. المسؤول الأول بموضوع انتشار حمى الضنك هو موضوع قسم الترصد الوبائي التابع لمكتب الصحة في المحافظة، ثم يليها فروع المديريات أو فروع مكتب الصحة في المديريات. كل هذه مرتبطة بمنظومة صحية لها علاقاتها مع المنظمات الدولية، لها علاقاتها بوزارة الصحة، ولكن للأسف في أول سنة ظهر فيها حمى الضنك أو المكرفس في محافظة الحديدة ذهب ضحية 450 حالة وفاة، وبعدها توالت السنوات وأصبح كل سنة في هذا الموسم وفي فصل الشتاء بالتحديد اجتاح المرض المديريات المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ولا يوجد أي تحرك أو عمل صحي خالص مهني لمواجهة هذا الوباء وإيجاد المصل المضاد له. للأسف نحن نتحدث عن وفيات يتم حالة وفاة تتوفى بعد إصابتها بالمرض بساعات وبعضها بيوم، ويدخل في حالة انتهاء وظائف الكلى ثم حالة الوفاة مباشرة. أعتقد أن غياب أيضا قياس ما يسمى بلازمة الدم أو أجهزة فحص بلازمة الدم والصفائح في المستشفيات، هذه أيضا يعني من الأشياء التي أهملتها الجهات الصحية في المحافظة. اليوم نحن نتحدث عن مئات المصابين، لم يكونوا آلاف، حالات الوفيات في الجراحي فقط تجاوز 70 أو 68 حالة. اليوم المرض يمتد إلى بسيم يعني إلى عن في الحديث عن الجهات الصحية الرسمية وزارة الصحة، يعني يجري الحديث وأيضا تحدث الدكتور طارق بأنها مسيطرة نوعا ما عن الوضع في المناطق المحررة، بينما الصراع السياسي القائم ووجود مناطق تحت سيطرة الحوثي هو من جعل الحالة متفاقمة بهذا الشكل، وعجز وزارة الصحة عن تقديم أي مساعدة إلى أي حد. هذا لم يعتبر صحيح. نعم، كل المساعدات تأتي عبر المنظمات الدولية. تحدثنا عن المناطق المحررة، نحن نتحدث عن مركز الملك سلمان، عن الهلال الأحمر الإماراتي، عن المنظمات الصحية هي التي تدعم هذه الوزارة. في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين هناك حالات ابتزاز ونهب صحيح تتم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، أيضا هناك أيضا تجاوزات في المناطق المحررة. مديرية الخوخلة اليوم تعاني من حمى الضنك أيضا وحيث وهناك تفشي للوباء. حالة الحصار المرض نوعا ما تقلصت في الفترة الأخيرة، ولكن بدأت بشكل كبير جدا، وبدأت حمى الضنك والوباء هذا ينتشر من هذه المناطق المحررة. اليوم تمتدت المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين، وللأسف هذه المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين ليست فقط ينتشر فيها حمى الضنك، هناك انتشار لموضوع سوء التغذية، الكوليرا، الكثير من الأمراض والأوبئة التي تستغلها الميليشيا في حج المنظمات لاستقطابها بضخ الملايين والحملات الوهمية. وللأسف أصبحت حالات الناس ومعاناتهم محط استثمار من الحوثيين في كثير من المناطق. اليوم نحن نتحدث عن وباء ينتشر منذ حوالي شهر داخل مديرية الجراحي، لا نجد إلا حملة واحدة. عندما تسألنا عن الرقم هناك يعني نتحدث عن 68 مليون قدمت لمديرية الجراحي أو أكثر أعتقد في هذا المجال، وأين هي أين ذهبت؟ ما المسؤول عن توزيع الأدوية فيها؟ اليوم نعم. إذن سيد بسيم هنا سنتحدث عن جوانب أخرى، ولكن سأعود إليك مرة أخرى. أذهب الآن لضيفي الصحفي محروس محمد علي محروس. سيد محمد، يعني كيف يواجه الناس بإمكانياتهم البسيطة موجة الوباء في ظل حالة الفقر والعوز حد العدم يعني والعجز التام من يعني الناس هنا عاجزون تماما، كيف يواجهون الوضع؟ نعم سيدي العزيز، من يملك المال ويستطيع وهم قليلون يمكنهم السفر إلى إب والعمل بعمل اللازم طبيا، وهؤلاء يستطيعون العودة بشكل عام إلى الحياة، ومن لا يستطيع يواجه حتى
يكتب الله له النجاح أو يكتب له رحيل عن هذه الدنيا، وأولئك كثر كما تشير الإحصائيات والأرقام. بشكل عام الحديدة مديرياتها، هذه المديريات تعيش على قوتها اليومي، الناس لا يملكون رواتب بشكل مستمر، قليلون من يملكون ذلك، وإن هم لا يعني لا يملكون اليوم بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد. فما بالك بالبقية الذين كانوا يعيشون على قوت يومهم لا يملكون قوت الغد. حتى العمل الإغاثي والإنساني ليس بالشكل المقبول إطلاقا. هذه المديرية مديرية محورية واستراتيجية ومهمة، قريبة من تعز وقريبة من إب، ويعني في منتصف هذه الطرق المتفرقة، وعلى القرب من مديريات باتت تابعة للشرعية وتستخدم لأغراض أخرى ومنسية إنسانيا. والوضع الذي تعيشه اليوم يؤكد ذلك تماما ويحيلها حقيقة إلى كارثية غير محسوبة العواقب. أنا أتحدث إليك الآن والعشرات بين الحياة والموت لا يملكون ما يعينهم على مواجهة الأوبئة الثلاثة، المكرفس والملاريا وحمى الضنك والوباء الذي يقول البعض بأنه وباء غير معروف، وهو سبب حالات الوفاة المتفاقمة بشكل مستمر. طيب سيد محمد، هناك من يتهم الأطباء أكتوبر. هناك من يتهم الأطباء والمعنيين بعدم التواجد بالمستشفيات، لأن الأطباء ذهبوا للاهتمام بشؤونهم الخاصة، وبالتالي بقيت المستشفيات تحت إشراف ممرضين. وأيضا كما يتحدث الأخ، هو ناشط من أبناء الجراحي، وهو للأسف يعني يعاني من المرض، وبالتالي يتحدث بأنه لا توجد حتى أجهزة لفحص المصابين ولا يوجد دكاترة. نعم، محمد واصل هو في مركز المديرية، وهو قريب جدا ومعايش للوضع بشكل دائم. في الحقيقة الجراحي لا تملك الكوادر، بمعنى كادر طبي وأطباء مختصون لا تملك بهذا المسمى الفعلي. أغلب من يعملون في المجال الصحي هناك هم ممرضون ومساعدو أطباء، ويعني يقومون بعمل فني تطفيفي طارئ فقط، بمعنى طبيب فعلي قليلون جدا. وهؤلاء يقومون بالعمل من خلال عياداتهم الخاصة. نتحدث عن عشرات المراكز الصحية، هذه المراكز الصحية يديرها ليسوا أطباء بل ممرضون. على الطرف الآخر تماما في قلب المديرية وعاصمتها المدينة هي مستوصف الجراحي أو ما يطلق عليه بالمستشفى الحكومي، لا أدوية لا جهاز متخصص في الإطار، والمديرية موبوءة منذ سنوات وبشكل موسمي يعني يعاودها المرض. والأطباء الذين هم موظفون لا يلزمون بالدوام، وهذا في الحقيقة هو شأن عام مستمر كبقية البلاد. يعني الاهتمام بالخاص على حساب العام، والاهتمام بجني المال على حساب أرواح الناس ومعاناتهم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي محمد علي محروس، كنت معنا من محافظة تعز. ومشاهدينا نود أن ننوه هنا بأننا حاولنا التواصل بالجهات الصحية المعنية في مديرية الجراحي، منهم من رفض المشاركة ومنهم من قبل بأن يشارك، وعندما تم التواصل بهم حاليا يعني لم يتم التجاوب والرد على الهاتف. وأعود هنا لضيفي من القاهرة الصحفي بسيم الجناني. سيد بسيم، يدور الحديث بأن هناك يعني مخيمات أجرتها ميليشيات الحوثي وقوافل طبية لمواجهة الوضع الحاصل في الجراحي وما حولها، هل هذه المعلومات دقيقة؟
غير صحيح اخي. من اقام المخيمات هم مستشفى المنار والامين في اب، كانوا اول المبادرين واقاموا مخيمين في الجراحي لمساعده المرضى، وايضا كان هناك تدخل بصوره شخصيه من هيئه مستشفى الثوره وارسال ايضا العلاجات وقافله طبيه الى الجراحي. اليوم هناك تحرك، حتى لا نكون قادرين في الموضوع، هناك اليوم تحرك، بدأت اجتماعات تتم في الحديدة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء التابع للحوثيين، والعمل على تسيير قافلة، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء على الأرض. الحالة في الجراحي يعني امتدت إلى مديرية بيت الفقيه وإلى زبيد، هناك حالة وفاة في مديرية زبيد، هناك أيضا تفشي بدأ ينتشر خاصة في المناطق الشمالية. اليوم نحن نتكلم أيضا على مديرية الزهرة، أعتقد بأنه الوباء في بدايته عصر الشتاء سيكون فصل عاصف، وإن لم يتم مواجهة هذه الأوبئة المتعددة التي تجتاح سنويا محافظة الحديدة بتدخل دولي من المنظمات العاملة في مجال الصحة وبإشراف مباشر منها، حتى لا يكون المواطن عرضة للنصب والنهب واستغلال حاجته في الأدوية والرعاية الصحية الأولية خاصة في المديريات والريف. أعتقد أنه الوباء سيكون هذا العام وباء قاتل، وسيكون هناك ضحايا بمئات من يكونوا أكثر من ذلك. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي بسيم الجناني، وبهذا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة. إذن نأمل من الجميع بأن يتحملوا المسؤولية، وأن يعني يولوا محافظة أو مديرية الجراحي وما حولها من مديريات والكثير من المناطق، سواء مناطق واقعة في سلطة الإنقلابيين أو في مناطق سيطرة الشرعية. هناك أرواح تذهب يوميا نتيجة الإهمال ونتيجة انتشار الأوبئة في هذه المناطق. إذن بهذا نكتفي، وأشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.